اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. سؤال اليوم 11 من شهر رمضان المبارك، ما نعبر عنه باستدامة النية، هل يجب استدامة النية طيلة النهار شهر رمضان أو لا؟ في بعض الأحيان يقول شخص أنا نويت أن أفطر، هل يؤثر ذلك على صيامه أو لا يؤثر؟ أو يتردد يقول أنا ما أدري الآن أكمل الصيام أو لا، يعني يتردد في الإفطار الآن، هل يؤثر ذلك في صيامه أو لا يؤثر؟ بلي. في بعض الأحيان يقول أنا سوف أفطر بعد ساعة بعد ساعتين، يعني ينوي الإفطار فيما بعد، هل يؤثر ذلك على صيامه أو لا يؤثر؟ أو في بعض الأحيان يتردد في صيامه بعد ذلك، يقول أنا ما أدري بعد ساعتين راح أفطر أو لا أبقى صايم. هذا ما نعبر عنه بالاستدامة، هل تشترط استدامة نية صيام شهر رمضان طيلة النهار أو لا؟ الجواب على ذلك تجب استدامة النية، فلا يجوز القطع ولا تجوز نية القطع ولا يصح منه التردد، سواء كان الآن فعلا أو شنو أو فيما بعد ذلك. فلو نوى القطع الآن أو تردد فيه، أو نوى القطع فيما بعد أو تردد فيه، هنا بطل صومه وصومه باطل ويجب عليه القضاء بعد ذلك. إذن لابد أن تستديم نيتك أيها الصائم، لابد أن تستديم نيتك في نهار شهر رمضان من دون أن تنوي في داخلك القطع أو التردد فيه، وهذا ما يعبر عنه باستدامة النية، وهذا واجب طيلة فترة نهار شهر رمضان. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ببركة محمد وآل محمد.